ودلوقتي معادنا مع معرفة بقى أجواء الطقس. جمانة احمد، طبعا يعني احنا عارفين انه في موجه من الاضطرابات الجويه خلاص هتضرب مصر اليومين اللي جايين. بتيجي كل ويك اند يا جماعه. طب من ساعه ما ركزت في الموضوع ده هو بيحصل بصراحه. على اي حال خلينا نطمن على حاله الطقس. طبعا النهارده هيكون الطقس مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وايضا شمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وشمال الصعيد، وهيكون دافئ على وسط وجنوب سيناء. لكن خلينا في تفاصيل اكتر عن حاله الطقس في القاهره والمحافظات من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك استاذه جمانه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البدايه حابين نعرف من حضرتك هذه الاضطرابات الجويه اللي هتضرب القاهره وهتضرب كمان جميع انحاء مصر، خلينينا عنها يا فندم وطمنينا. هو احنا بالفعل بدايه من اليوم هنبدا نشهد حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، لاننا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، وايضا منخفض على سطح البحر المتوسط. او خلال فتره النهار الطقس هيكون دافي وارتفاع كمان في درجات الحراره. الطبقة العظمى على القاهره الكبرى اليوم توصل ل 23 درجه مئويه، يعني الطقس هيكون دافي جدا خلال فتره النهار. ومع تقدم ساعات النهار هيكون شرط الرياح مثير للرمال والاتربه، سرعات الرياح ما بين 30 وال 40 كيلو متر في الساعه جنوبيه غربيه، فهتكون محمله بالرياح. مع تقدم ساعات المساء المنخفض هيبدا يتحرك باتجاه شرق البلاد ويبدا ياثر علينا بامطار على القاهره الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري. لكن الامطار اليوم على القاهره الكبرى قد تكون امطار خفيفه، الفرصه ضعيفه لكن وجود امطار خفيفه قد تكون رعديه. لكن خلال ساعات النهار الامطار هتبدا على السواحل الغربيه للبلاد، هتكون امطار متوسطه وتكون رعديه كمان مع حبات البرد. ومع دخول ساعات انخفاض درجات الحراره ملحوظ شديد. دكتوره منار، يعني عذرا للمقاطعه لكن اتمنى بس حضرتك تقفي في مكان تكون الشبكه فيه احسن عشان نسمع حضرتك كويس. مع تقدم ساعات ان شاء الله الليل هيبدا طبعا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ والطقس هيكون شديد البروده. لكن ابتداء من غدا الخميس ان شاء الله هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه بحوالي 6 درجات عن اليوم. غدا متوقع الاجواء الشتويه هتكون على كافه مناطق الجمهوريه، الطقس هيكون مائل للبروده خلال فتره النهار، شديد البروده خلال فتره الليل، مع استمرار فرص سقوط الامطار يمكن كمان الامطار كميتها هتزيد وهتبدا تتقدم للمناطق الداخليه من البلاد، وهتكون امطار متوسطه او نقول امطار متفاوته الشده على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، هتمتد كمان لبعض المناطق من شمال الصعيد، مدن القناه وسيناء، الامطار دي هتكون ايضا امطار رعديه مع استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه. هي الحاله الجويه هتستمر معانا للجمعه كمان، وان شاء الله ابتداء من السبت هنبدا نشعر بتحسن في الاحوال الجويه. طيب يعني دكتوره منار غانم نشكر حضرتك طبعا على كل هذه التفاصيل والايضاحات. يعني خليني اكد على كلام حضرتك مره ثانيه، ابتداء من منتصف اليوم النهارده هيكون في انخفاض تدريجي في درجات الحراره، بالليل الجو هيكون برد، وبكره هيكون في كمان انخفاض في درجات الحراره وفي رياح محمله بالاتربه. طيب مشاهدينا خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره وايضا في بعض المحافظات. خلينا نبدا بالقاهره، القاهره درجه الحراره العظمى هي 23 والصغرى 12، اما الاسكندريه فهتكون 22 الصغرى 11، كمان بورسعيد العظمى 24 الصغرى 12، الاسماعيليه العظمى 24 والصغرى 10، اما الاسكندريه فالعظمى 22 والصغرى 11، سيوه العظمى 24 والصغرى 8، دمياط العظمى 23 والصغرى 11، اما بالنسبه للسويس فالعظمى 24 وايضا الصغرى 11. خلينا نروح للعريش، العريش درجة الحرارة العظمى فيها 23 والصغرى 10، أما بالنسبة لسان كاترين فالعظمى هتكون 20 درجة الصغرى 4 درجات، في الغردقة العظمى 25 والصغرى 14، أما بالنسبة لبني سويف فدرجة الحرارة العظمى هتكون 25 والصغرى 8 درجات. نروح لطابة درجة الحرارة العظمى 22 الصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 25 الصغرى 15، الفيوم العظمى 24 والصغرى 9، المنيا العظمى 25 ايضا الصغرى 7.
في كمان أسيوط، أسيوط درجة الحرارة العظمى 25، الصغرى 7 درجات، قنا العظمى 27 والصغرى 9 درجات، أسوان درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، شلاتين العظمى 27 والصغرى 12 درجة، أما سوهاج فدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 8 درجات، الأقصر العظمى 27 الصغرى 9 درجات، والوادي الجديد العظمى 28 والصغرى 6 درجات، أما بالنسبة لحلايب فدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13 درجة. دي كانت يعني أخبارنا عن الطقس واستعرضنا لدرجات الطقس النهاردة بإذن الله. ناخد بالنا كويس جدا النهاردة وبكرة لغاية يوم السبت زي ما سمعنا من دكتورة منار غانم. أما دلوقتي خلينا نرجع مرة تانية لأحمد.